السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. الفيديو تاع اليوم راح يكون عبارة عن غراتان بالبطاطا. هاد الغراتان سهل وبنين وما يتطلبش مكونات بزاف. راح نبداو ان شاء الله في طريقة التحضير. هنا نحكم كوكوطة تاعي، ندير فيها شوية زيت ونزيد عليها حبة كبيرة تاع بصل كنت رحيتها، اللي تحب تربيها تربيها، انا كنت رحيتها هنايا وخليتها تتقلى لي مليح. هنا نحركها باش ما تلصق ليش هذيك البصل، ونخلي البصل تاعي يتقلى لي مليح مليح باش نزيد عليه صدر تاع الدجاج. كما راكم تشوفوا هنا صدر تاع الدجاج انا قسمته قطع هكا صغيره باش ما ياخذليش وقت كبير وتوجد لي ليه لاصوص تاعي. كما راكم تشوفوا الوصفه سهله وما تديلكمش يا ربي ربع ساعه في التوجد تاعها. هنايا زدت عليهم شويه تاع الملح وشويه تاع فلفل الكحل وخليتهم تقلاو لي حتى ياخذوا لي هذاك لا كولور مارون. هنا بعد ما تقلاو لي مليح زدت عليهم شويه تاع الماء سخون. هنايا الماء غير وين قسم يتغطى لي هذاك الدجاج. ها هي لاصوص تاعي بعد ما طابت والدجاج هذاك تاعي طاب، نحيت هذاك صدر صفيته من المرقه ونخليه يبرد. بعد ما يبرد لي راح نفتتو ونحطو بجه. هنايا جبت 3 حبات بيض راني نضرب فيهم مليح وحنزيد عليهم شويه تاع هذيك المرقه اللي طاب فيها هذاك الدجاج. هنايا البيض على حسب الكميه تاعك، الا شتي روحك درتي كميه كبيره البيض راح يكون ربعه حتى 5 حبات هكا. ونخلط هذيك لاصوص مع هذاك البيض ونزيد عليهم الدجاج اللي كنت فتتو من قبل ونخلط، ونزيد عليهم هذيك البطاطا اللي كنت قليتها من قبل ونحرك كلش مليح. كيما راكو تشوفوا هنايا شفت باللي مخصوصه شويه، رحت زدت لها شويه تاع لاصوص هكا باش الكغاتان تاعي ما يجينيش ناشف كي يطيب لي في الفوق، ما راح نصيبوه شويه في هذيك لاصوص ما نشفش كامل. وهكا زدت عليهم حبيبات فرماج كانوا عندي، يعني اللي عندها فرماج بزياده دير بزياده، انا درتوش كان عندي، وزدت المعدنوس وخلطت تاني. ودرك نروح نحطهم في ليمول. هادوك هنايا اللي ما عندهاش ليمول انديفيديوال دير في مول كبير يعني كيف كيف. من بعد ما عمرت كامل لي غامكان هادو تاوعي حطيتهم دخلتهم يطيبوا. واللي عندها فرماج غابي تقدر ديرو من الفوق، انا ما كاش عندي قلت لكم درتوش كان عندي. وهكا يكون الكغاتان تاعنا واجد ما ياخذش بزاف الوقت. نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، وابقى غنقول لكم الى اللقاء للفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.